أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سفير بدر عبد العاطي أن مصر مع وحدة الأراضي الليبية وترفض التدخل الخارجي في شؤونها. وخلال مؤتمر صحفي شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على إجراء الوزير نبيل فهمي سلسلة من الاتصالات مع عدد من وزرائه لبحث الأوضاع الراهنة في ليبيا. أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين أوامره بالقبض على الضباط العسكريين الذين خرجوا على القوات وأدلوا بتصريحات وبيانات تعد خروجا على ثورة 17 من فبراير. كان قائد القوات البرية السابق اللواء خليفة حفتر قد دعا في بيان له إلى تشكيل مجلس رئاسي يشرف على المرحلة الانتقالية وتكليف حكومة طوارئ لتسيير الأعمال والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة. نشرتنا مستمرة وفيها من الأخبار بعد الفاصل. في تايلاند قائد الجيش يستولي على السلطة في البلاد ويعتقل قادة طرفي الأزمة السياسية. مجلس الوزراء يبحث عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية والاستعداد لانتخابات الرئاسة. قبل يومين من بدء فترة الصمت الانتخابي السيسي في القاهرة والمنيا وبورسعيد وفعاليات لدعم صباحي في بعض المحافظات. بعد عام من حصار لمسلحي المعارضة السورية القوات الحكومية تقتحم سجن حلب المركزي شمال البلاد. والآن مع أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة. أخبار الاقتصاد في هذه النشرة مع شهاب شعلان، تفضل شهاب. شكرا أمل وأهلا. أهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. البورصة المصرية تربح 3,400,000,000 جنيه ومؤشرها يرتفع بأكثر من 1% في ختام تعاملات الأسبوع. عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها في ختام تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب اقتناصا للفرص. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 8727 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنحو 0.4%. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 3,400,000,000 جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه. شهد وزير النقل والمواصلات الدكتور إبراهيم الديميري توقيع اتفاق بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والبنك الأوروبي للاستثمار والتنمية ووزارة التعاون الدولي، وذلك لتمويل توريد 6 قطارات جديدة إلى هيئة السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 126 مليون يورو. وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير منظومة السكك الحديدية وتحديث أسطولها وزيادة عوامل السلامة والأمان فيها وتوفير أكبر قدر من الراحة لركابها.
بحث وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور مع محافظ المنيا اللواء صلاح آخر التطورات المتعلقة بإجراء إنشاء المجمع الصناعي الجديد لإنتاج السكر باستثمارات إماراتية مبدئية تبلغ 6 مليارات جنيه. وأكد الوزير أنه سيعقد خلال أيام اجتماعات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتفعيل منظومة الشباك الواحد تيسيرا على المستثمرين. وتعتزم شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية إقامة المجمع لإنتاج سكر البنجر على مساحة 150 ألف فدان، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 400 ألف طن، الأمر الذي من شأنه أن يمثل خطوة محورية على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من السكر. نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ملتقى لتوظيف الشباب لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وعالمية. بالعمل تنهض الشعوب، وانطلاقا من المساعي المستمرة للقضاء على البطالة، نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ملتقى للتوظيف لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة، يستمر لمدة 2 يوم بالمشاركة مع مجلس التدريب الصناعي بقاعة المؤتمرات. احنا كمجلس تدريب صناعي بنوفر التدريب الفني والمهني اللازم لبعض الشباب لو ما عندوش هذه الخلفيه او الخبره بالنسبه للوظيفه اللي بيتقدم ليها، بيتم توفيرها مجاني، ما بتتحملش الشركه او الشاب اي شيء. فرص العمل دي متنوعه، سواء شركات غذائيه، شركات طبيه، شركات تجاريه فيها للعماله المهنيه. يشارك بالملتقى أكثر من 100 شركة عالمية ومحلية تقدم أكثر من 21700 فرصة عمل حقيقية للشباب برواتب مجزية وحوافز تأمينية وحقوق تضمنها وزارتي الشباب والصناعة. محتاجين يعني حوالي 10 فنيين إنتاج يبقوا دمولات صنايع، محتاجين فنيين صيانة يبقى عندهم خبرة في الصيانة في المصانع، ودي الوظائف الموجودة. طبعا لما حد بنختاره احنا بقى بندربه وبياخد مميزات بقى الشركه كلها. احنا كارنتلي بنتوسع جامد، فعندنا اكتر من 150 وظيفه في جميع المجالات، فمحتاجين ناس كتير جدا. عشان كده احنا بنخش دايما كل الوظائف ليها علاقه بوزاره الشباب ووزاره القوى العامله. بدور على شغل بقالي شهور، وبصراحه انا لسه سمعت الخبر الموضوع الاعلان ده من اول امبارح، فانا بصراحه انبسطت جدا بالملتقى الشباب ديت، ودي حاجه حلوه جدا، وفكرت دي خطوه جميله بالنسبه للشباب كلها. في دوره تدريبيه بناخدها عن طريق برنامج اسمه فرصه بروجرام، فاحنا عرفنا ان في ملتقى توظيف النهارده في ارض المعارض، فاحنا جينا عشان نشارك فيه، وطبعا املنا من ربنا كله اللي احنا نتوظف في التخصصات بتاعتنا والشهادات بتاعتنا. يجرى حاليا الاعداد لعقد ملتقى اخر للتوظيف في محافظه البحيره نهايه مايو الجاري، وقد أتاح البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل خلال 7 شهور الماضية نحو 113,677 فرصة عمل من خلال 550 شركة، ما يضمن فرصا حقيقية للشباب الذي يحلم بالتوظيف. شذا مجدي، النيل. نتحول إلى ليبيا، حيث أغلق محتجون مقر شركة سيرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. وتدير الشركة مرسى البريق النفطي الذي يعد الميناء الوحيد في شرق البلاد الذي ظل مفتوحا في معظم فترات الأزمة التي استمرت ل9 أشهر، مع مجموعة من المقاتلين تطالب بالحكم الذاتي لشرق ليبيا. يذكر أن شركة سيرت تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وكانت تنتج من الخام نحو 60,000 برميل يوميا. خفض البنك المركزي التركي اليوم سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى هذا العام رغم ارتفاع التضخم، وذلك في خطوة مفاجئة بعد أسابيع من دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض. وقال البنك إن تحسن